تأسيسه عام 1991 وعلى مدى أكثر من ربع قرن من العطاء والالتزام بأعلى المعايير، نجح مركز دبي لأمراض النساء والإخصاب في أن تكون له بصمة واضحة عالميا في هذا المجال الدقيق، حتى أصبح أحد أهم الوجهات العلاجية للباحثين عن الإنجاب. يعد مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب التابع لهيئة الصحة بدبي من المراكز الرائدة في تقديم خدمات علاج العقم، وتميز على مدى 25 عاماً بتحقيق أعلى النتائج للحمل، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المساعدة على الإنجاب وخدمات التشخيص الوراثي. وطوال الأعوام الماضية لم يرضى المركز بخبراته وتجهيزاته الفائقة إلا أن يكون هو الأول بل الوحيد المعتمد دوليا في علم الأجنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. يعتبر مركز دبي للإخصاب المركز الأول والوحيد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الحاصل على اعتماد دولي، بما يعزز مكانته لاستقطاب السياحة العلاجية في إمارة دبي للباحثين عن علاجات متخصصة في مجال العقم والإخصاب. ومن نجاح إلى آخر، تمكن مركز دبي لأمراض النساء والإخصاب من رفع معدلات نجاح عمليات الإنجاب لأكثر من 62% متجاوزاً بذلك المعدلات العالمية. بعد مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب الوجهة المثالية للراغبين في الإنجاب، حيث حقق الأمل والسعادة لأكثر من 4300 عائلة بإنجاب أبناء أصحاء. ومع هذا المستوى يتجدد الأمل دائما في هذا الصرح العلمي والطبي الذي ينشد السعادة للجميع. شعارنا أن نصنع الأمل ونحقق السعادة.